متتابعي قناه الفا سبريس، مرحبا بكم من جديد. احنا الان تتواجدوا في درب التازي مدينه الدار البيضاء. درب التازي واحد من الاحياء المشهوره على صعيد مدينه الدار البيضاء. جينا لهذا الدرب هذا باش نعرفوا على سمى درب التازي بهذا الاسم، والتقينا بواحد من ابناء الحي اللي غادي يعاود لنا اصل الحكايه واصل التسميه. سي محمد بوحاجب، علاش سمى درب التازي بهذا الاسم هذا؟ خويا درب التازي تسمى على الاسم ديال القاضي التازي اللي كان عنده، هو اللي كان الملك الارض هنايا في بدايه اواخر العشرينات او بدايه الثلاثينات. درب التازي كان تسمى على القاضي التازي، القاضي التازي اللي كان قاضي في المحكمه ديال الدار البيضاء القديمه في بوسماره في دار المخزن. يعني القاضي التازي كان يملك هذه الارض هذه اللي فيها الدرب، كان كيملك، هو اللي كان كيملك الارض اللي فيها هذه البنايات وهذا الشيء. والبني بدا تقريبا، البني هذا اللي كنشوفوه هنا في الدرب بدا تقريبا في الثلاثينات، يعني البني بدا في الثلاثينات. كاين بعض البنايات اللي بداوا قبل من الثلاثينات، كانوا دي فيلا لتحت في لاري ادم لتحت، كانوا تبناو تبناتهم لا ميزون شنيدر. لا ميزون شنيدر اللي هي هذه الدار هنايا، كانوا فيها ساكنين فيها لي زومبلوي العمال ديالهم، ولتحت في هذوك لي فيلا كانوا ساكنين لي كادر ديالهم، الاطور ديالهم، منهم لي زانجينيور لي كونترومات. وهاد لا شنيدر كانت كتهرس الحجر باش تصوب لا جوتي ديال الدار البيضاء، باش تصوب لا جوتي ديال الدار البيضاء اللي يطي، هو اللي عطى الفكره باش الدار البيضاء البور ديال المرسى ديال الدار البيضاء تكون مرسى كبيره باش يدوزوا فيها، تكون مرسى تجاريه واقتصاديه باش يدوزوا فيها داك الشيء اللي كل المواد الغذائيه والفوسفات الى اخره. الاحياء اللي كتحيط بالدرب التازي، عندك درب الجران، درب الحمام، عندك درب عبد الله، درب كاشبار، درب صوفي، وعندك لو غران بالي دو لافوار، المعرض الدولي ديال لافوار المعروف. وعندك ملي كتهود كاين لوفيس، مكتب الصيد البحري، ولاكواريوم القديم اللي كان، ولا بيسين مونيسيبال، المسبح البلدي اللي كان قديم. هادو اللي وسط درب التازي. جا وسط كان كارتي كوبا، نسينا كارتي كوبا في جهه اللور لتحت اللور، درب التازي جا الوسط. وشنو بالنسبه للعائلات اللي استقرت في درب التازي في الاول؟ واش اش من القبائل؟ واش تكاله ولا عبده ولا؟ انا ما نقدرش نقول لك بالضبط، لان الدراسه ديال اندري ادم في الكتاب ديالو ديال كازابلانكا اللي فيه جزئين غادي فيه بزاف ديال، يعني كيفاش جات الهجره من الباديه الى المدينه في هذيك ليبوك، كيفاش كاينين الناس اللي خرجوا من المدينه القديمه وجاو سكنوا مثلا في الديور، شراو الديور هنايا، وكاينين الناس مهاجرين من مدن اخرى جاوا مثلا لا تقول على ولاد حدوم، ديونه، مذاكره، ولاد زيان، يعني الخياطه، ولاد الجرار، كاع هاد المناطق اللي هنايا المحمديه القديمه فضاله الى اخره، كانوا جاوا الناس اللي استقروا في العشرينات الثلاثينات. واستقروا هنا استقروا ملي بداو البنايات بداو كيشريو، لان درب التازي باش كيمتاز عليه عندهم كلهم الناس عندهم الملكيه العقاريه، كلهم عندهم. ولي تيتر اللي قلبتي لي تيتر لي تيتر ديال الملكيه العقاريه كتلقاهم كلهم 1930 1900 كل واحد انتشر. وتقريبا الديور ما كانوش كلهم يعني فيهم دوز ايطاج، ثلاثه كانوا فيهم السفلي والبريمير ايطاج الطبق الاول، وكانوا تقريبا العائلات اللي ساكنين فيه كل عائله وحده ولا جوج عائلات، يعني ما كانوش الكرايه بزاف. وكانت الصبغه اللي طاغيه على ذاك الوقت هو كان واحد الاختلاط ما بين واحد الطبقه متوسطه ديال المغاربه معاهم بعض الطليان الفرنساويين الصبليون مغاربه من الديانه اليهوديه، عندك جزائريين، هذو كلهم كانوا هنا في الدرب. كل وتقريبا العدد الكثير اما كانوا كيبيعوا ويشريوا، كانوا في التجاره، ولا كانوا كيعملوا كانوا كيديروا خدامين في المرسى، اما عندهم باركوات يعني دي ماران بيشر، ولا كانوا دي كادر كيف ما قلت لك في شنيدر، ولا كانوا دي 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 دي, دي, دي كادر في لاجوتي، خدامين في لاجوتي. هادشي اللي هادو هما الصبغه. هاد الدار اللي ورانا كتسمى دار الالمان، يمكن تبنات في 1920 1925، هي تبنات تقريبا ملي بدات البنيان ديال لاجوتي اللي كان بغا ليوطي يعملها في المرسى ديال الدار البيضاء. هاد الافلام تاع السينما المغربي اش كانت تتعرض؟ السينما المغربي كانت كتعرض جميع الانواع ديال الافلام اللي كانت كتوزع هنا في الدار البيضاء،
يعني افلام مصريه، افلام غنائيه مصريه، افلام هنديه، افلام ديال الويسترن ديال الكوباي، افلام ديال كان واحد الوقت كيداروا فيها مع الصباح افلام ديال سينما الاطفال. امتى تريبات هذه السينما؟ ما نقدرش نقول لك بالضبط، تكون هذه وقفات بعدا من 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 العمل واحد المده، ورابت هذه واحد تقريبا واحد 10 سنين تقريبا بحال هكا، باش رابت وطلعت في بلاصتها، في بلاصتها هذه العماره اللي كنشوفوا هنايا. من المعالم ديال درب التازي كاينه مدرسه الرجاء قديمه بزاف، يمكن تبنات في الاربعينات وباقي لحد الان خدامه، كيقراو فيها الدراري، كدير دروس اضافيه، كتخري اللي دازوا فيها اجيال واجيال واجيال، بنات وولاد من زمان قديم. ومن جمله المعالم ديال درب التازي كاين الجامع ديال درب التازي اللي توا قديم، وكانوا بناوه في الاول، كانوا بناوه الناس ديال درب التازي مشاركه ماليه وبناوه، توا غادي يكون من في الاربعينات بحال هكاك. كان واحد التيران كيقول لي التيران الاحمر، يعني دازوا فيه مباريات ومباريات ديال ولاد الدرب هنايا، وكانت واحد الفرقه ديال الدرب سميتها المغرب، واحد الفرقه سميتها الاندلس، وهذاك المغرب علاه تسمات السينما المغرب هنايا. وهادشي راه قديم، راه ديال 35 40 45 50. واشنو الاعلام تاع الدرب التازي مثلا، الاسماء اللي دارت سواء اسماء فنيه ولا رياضيه ولا سياسيه؟ الاسماء الفنيه عندك واحد جوج ديال الناس ما بقوش معروفين، عندك زكي موسى الزكاني. موسى الزكاني كان سكولتور، كان نحات، كان ساكن في دار فين كاين جداين، في الكراج فين كاين جداين. وكان واحد السيد اخر خطاط، فنان تشكيلي خطاط، سميتو ابراهيم حنين. وكان الشاعر مصطفى النيصابوري، كان ساكن هنا، الشاعر الكبير كيكتب بالفرنسيه، والشاعر ادريس عباره الله يرحمه، والشاعر ادريس الجاي الله يرحمه. وكان المهدي المجرى اللي شفنا الدار ديالو، كان عالم ديال المستقبليات ومدير عام بالنيابه ديال اليونسكو واحد الوقت. وكانت خناتها بنونه اللي كانت ساكنه في هذه الزنقه ديال لارو شوبان، كانت خناتها بنونه كاتبه ومديره قديمه ديال الولاده ديال الليسي، الولاده ديال البنات. وكانوا اعلام، هادو اعلام ثقافيه وفنيه. كان عندك ادريس خليل اللي كان وزير الثقافه واحد الوقت، كانت مجيده الزهراوي كتسكن هنايا، هي بروفيسور ديال الامراض الوبائيه. كان فتاح شكيب عبد الفتاح، حتى هو كان بروفيسور دو ميديسين. عندك هادو من الاسماء ديال الثقافه والفن. من الاسماء الرياضيه كاين واحد العدد كثير، الكره، الاتليتيزم يعني العاب القوى، والسباحه. في السباحه اشهرهم هو باكي عبد الحق الجماني العلوي، كان سباح ماهر، وكان حارس المرمى ديال الفريق الوطني ديال الواتر بولو في الستينات والسبعينات. عندك كان خوه عمر، كان تا هو كيعمل لي زافيرو، بابا اللي كان سجل البيج ديال لاكوب دافريك في 76. عندك مصطفى هريره معروف بالكحل ديال الوداد، مصطفى بيدرو تا هو كادر فورماتور في الوداد. كان الرجالي، كان كنسكن في هاد البلاصه، الرجالي كان شامبيون في سوتر في القفز العلوي. عندك اغلال تا هو في القفز العلوي. كاين عزيب عبد المولى في 400 متر، كانت شهاب في السباحه، شهاب فاطمه شهاب، وكانوا عدد اخرين ما غاديش نتذكر كاع الاسماء ديالهم، كانوا واحد العدد ديال وانا مليح اللي تعيني انا في المدينه القديمه درب الصوفي، كان عارف درب التازي. درب التازي كان هو زعما الحي في المدينه، حي التازي الا بغينا نقولوا بديك، لانه هو كان واحد الحي راقي العائلات، فلانه سي مكوارت الوداد، عباره الحفله ديال الشيخ شعيب الدكالي، شرقاواه واحد التربه اللي عطات واحد الجيل ديال الخمسينات والربعينات والستينات، كانت عطات واحد الجيل ديال ولاد المدينه القديمه اللي كان كيخرج من درب التازي كيقطع الشانطي كيلقى المسبح البلدي. انا بعد على حساب بلاصه ديالي عم تبيب ب 20 سنتيم ب 4 دريال،
كنلقاو الملقب بالشوانطي هذا الفناء فين تبنى المسجد ديال الحسن الثاني الله يرحمه، لأن واحد الفناء كان تلقى 10 20 فرقة ولاد المدينة درب مع الدرب هنا تفرج حتى بالشتا، ماشي غير بس مولي سمحنا دابا ما عندنا فين حتى نجونغليو وليداتنا.